طيب نخش على ملف الأراضي. لجنة استرداد أراضي الدولة طلعت قرار بوقف التعامل وتحذر من التعامل على أي أراضي في الطريق الصحراوي مصر اسكندرية من الكيلو 43 حتى الكيلو 84. يعني حضرتك بتتكلم على 40 كيلو متر كده بالطول بالعمق ده كله. ده معناه ان في المنطقة دي حاجات كتير قوي بتحصل الان. خليني اقول لحضراتكم ان المهندس ابراهيم محلب واللجنة بتاعته نزلت وفتشت وحصرت وكل حاجة. عندنا ثلاث انواع من الاراضي هناك. ناس اشترت، العمالقة اللي اخدوا قطع بقى بالمئتين فدان والخمسمائة فدان والالف فدان. كويس، رجع احمد ايوب معنا تاني. طيب استاذ احمد ايوب مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد، اهلا بيك. سبب قرار التحذير من التعامل على الاراضي في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ايه هو السبب؟ السبب بسيط جدا طبعا. اولا يا استاذ محمد، حق البيع والشراء مكفول للجميع بوفقا للقانون، لكن احنا فوجئنا انه بعض الاراضي من المفترض ان هي يتم تسليم وضعها، وجينا بعدد كبير من الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام المختلفه عن بيع اراضي في هذه المساحات وهذه الشركات، او طبعا هذه الشركات بشكل والمشروعات بشكل غريب جدا ومبالغ فيه وباسعار كبيره جدا. ده امتى؟ ده بعد اذنك استاذ احمد، على مهلك علينا، بص على مهلك عليها شويه. اتفضل يا فندم. انتم بداتم تحصروا التعديات وبداتوا انكم تقولوا له تعالى هنا دي ارض دولة ما دفعتش ادفع، بتتناقشوا معاه، فوجئتم باعلانات في الصحف المصرية لبيع هذه الاراضي وانتم شغالين تحقيقات؟ بالظبط كده. بالظبط. طيب كويس. ايه رأي حضرتك انكم يعني بعض المشروعات في طريق مصر اسكندرية الصحراوي بيتم الان معاينتها وتقدير قيمة المخالفات اللي فيها، وفوجئنا ان هذه الشركات المشروعات بتعلن في وسائل الصحف عن بيع مساحات واراضي وفيلات في هذه المناطق. يعني هو رايح يضحك على الناس تاني علشان يحطك قدام الامر الواقع، يقول لك مش انا اللي ماسك قطعه الارض دي كلها، ده انا تفرق دمها بين القبائل ويبيعها لألف مواطن ويلبس المواطن في حيطه بعد كده. بالظبط كده. بالظبط كويس. احنا حرصا على المواطن، مين دول؟ على بال الدوله. مين دول يا استاذ احمد؟ كان لازم. نعم، مين انت بتقول لي عمل اعلان في الصحف؟ قول لي مين، شركة ايه؟ مجموعة مع اكتر من شركة، بس يمكن انت يا استاذ محمد انت اكتر مني ادراكا عارف ان انا عارف يا استاذ احمد، بس مش هسيبك برضه، هفضل معاك في الحتة دي. انا عارف وانت عارف، بس انا ما اقدرش اقول، انت المتحدث الرسمي، مين هي الشركات اللي عملت تمام اعلانات في الصحف؟ ما الاعلانات موجودة في الجرايد حضرتك. والله لو اي حد مسك الجورنال هيعرف اسمائها بالاسم. طب احنا مش عايزين نمسك الجورنال، قول الاسماء يا استاذ احمد. والله ما انت عارف يا استاذ محمد، والله الحكايه الاسماء دي يعني احترام اللجنه بلاش ذكر اسماء خالص، حتى لو نتهم بان احنا بنشوق احد. لان احنا في حد يعني انتوا شوفوا قد ايه انتوا قد ايه بتحترموا. والمهندس ابراهيم محلب ماشي ازاي بالورقه والقلم وبالشوكه والسكينه، وشوفوا هم قد ايه بيعملوا تحايل. عموما كام شركه تقريبا؟ احنا دلوقتي في حوالي 49 شركه موجوده على طريق مصر اسكندريه الصحراوي بيتم معاينتها وتقييم المخالفات، قيمه المخالفات الموجوده فيها. تمام. تقريبا انتهت لجان التقييم من حوالي 18 شركه حتى الان، وشغاله بقيه الشركات. في شركات بيتم تقييم عشان المخالفات تتحملها الشركه نفسها، وفي مشروعات هيتحملها الناس اللي اشتروا في عقودهم مكتوب انها اراضي زراعيه وهم اللي قاموا بالمخالفه والبناء. انما طبعا في كل حاله بيتم تقييمها على حده بعيدا عن الحالات الجماعيه. الناس اللي اشترت خمسه فدان، الناس اللي اشترت خمسة فدان او اتنين فدان ونص على اساس ان هي مزرعة ويبني عليها بيته وزود شوية في البنى، هتعاقبوهم؟ هتعملوا ايه؟ لا، هيتم مراعاتهم تماما، صغار الملاك اللي اشترى عشان يبقى عندهم بيت هو وسطه،
هيتم مراعاتهم تماما وهيتمها في تيسيرات كتير. حتى في التقدير على فكره هيبقى تقديره بقيمة حالته بمراعاه حالته ومراعاه الفلوس اللي بيدفعها، وان هو راجل عايز يبقى ابن بيت مش عايز يتربح ويبقى ملياردير. تمام. فرق كبير جدا يا محمد ما بين الحيتان اللي اشتروا عشان يبقى برخص الطلاب وراحوا باعوا بالملايين، وما بين واحد عايز يبني بيت يبقى ليه بيت وليه اسره. تمام. وعشان كده اللجنه بتدرس دلوقتي ازاي يتم التعامل مع الناس دول بما لا يضرهم وفي نفس الوقت بما يحفظ حق الدوله. هو دي القضيه اللي شغاله فيها اللجنه دلوقتي. جميل. عشان كده مش عايزين حد تاني يتخدع، مش عايزين حد تاني يقع فريسه لبعض الحيتان الكبار وتحطه في وشنا تقول لنا اتعاملوا بقى انتوا مع الموضوع. اه طبعا، ما هو اي حد دلوقتي تحت ايده 100 فدان ولا 200 فدان عايز يرميهم ويجري يبيعهم انصاص، يبيعهم فدانين، يبيعهم خمسات، يقبض اي مبلغ في ايده ويقول لك اتكلم مع الملك الجديد سلام عليكم. بالظبط كده. طيب. وعلى فكره لما تيجي تقول لحد حق الدوله عندك كذا بيبدا يبحث عن اي وسيله قانونيه عشان يعرف حق الدوله حتى لو شوهك انت وحتى لو حطك في مواجهه مواطنين بغطاء. ودي حصل مع احدى الحالات، طلبنا منها ان قيمه حق الدوله عندك رقم معين كذا، وبدا حال وبدا محاولات بقى المماطله ومحاولات البعد عن دفع حق. انتوا يا استاذ احمد لغايه دلوقتي رجعتوا للدوله قد ايه تقريبا؟ أراضي يا فندم؟ بالتقريب رجعته للدولة قد إيه أراضي أو تقريبا قد إيه فلوس؟ قد إيه أراضي؟ إحنا رجعنا حوالي 45,000 فدان أراضي. 45,000 فدان؟ 6,000 فدان، 70 لهيئة المجتمعات العمرانية، تقدير قيمتهم السوقية حسب الهيئة نفسها مش اللجنة 7 مليار جنيه. دول كانوا مع مين؟ كانوا ناس واضعين يقدم عليها في المدن الجديدة. تمام يا فندم. ورجعنا 39,000 فدان 70 لهيئه التنميه الزراعيه، بدانا طرحهم في مزادات، اول مزاد عالمي لبيع الاراضي المستورده يا استاذ محمد يوم الاحد القادم 21 اغسطس. هتبداوا تبيعوا هذه الاراضي في مزادات علنيه عشان تعملوا دخل للدوله. اول مزاد علني لثلاث قطع في وادي النضرور وطريق مصر الاسكندريه الصحراوي والبحيره يوم 21 اغسطس الاحد القادم الساعه 10 صباحا. جميل. وعايز ابشرك ان هناك اقبال كبير على شراء كراسات الشروط من هيئه الخدمات الحكوميه وهيئه التنميه الزراعيه. ده جميل. انا شخصيا مبسوط، بس دلوقتي بقى اللي هيخش يشتري هتدي له عقد ملكيه كامل وهتوفر له الخدمات بتاعته. عقد كامل يا فندم، وكراسه الشروط فيها الخدمات اللي هياخدها وحقه القانوني ايه بكل كلمة، حتى المية نوع المية اللي هيشتري بيها ايه، مية مالحة ولا مية طلحة ولا مية غير مالحة، المية شكلها كل كلمة مكتوبة في كراسة شروط حتى لا يكون هناك أي جهالة بأي معلومة. جميل. السؤال الثاني، أخبار الضبعة ايه؟ أنتوا الأرض الضبعة يا فندم كان في خلاف على أرض الضبعة. أيوة. وتم حله الحمد لله. ده من ضمن أراضي الدولة؟ منه؟ نعم؟ ده من ضمن أراضي الدولة؟ لا، كان في خلاف على 1700 فدان. ايوه بقى، ما احنا بقى لنا بتاع ست سنين او سبع سنين او اكتر كمان. خلصت يا فندم، خلصت يا استاذ محمد الاسبوع ده خلاص. خلصت ازاي؟ خلصت ازاي؟ طلعت لجنه مشتركه فيها ممثلين لهيئه التنميه الزراعيه وممثلين لمحافظه مطروح واستاذ زراعه من جامعه القاهره واستاذ زراعه من جامعه اسكندريه. تمام. وقدروا قيمة الزراعات الموجودة في هذه الأرض ب 26 مليون جنيه. 26 مليون جنيه، تمام. 26 مليون جنيه. تمام. هيدفعها الملاك اللي معاهم عقود تمليك كقيمة عوض عن المزروعات لوضع اليد بمعرفة محافظ وادي مطروح اللي وعد عليها أبو زيد، وكل ما واللي هيدفع قيمة التعويض اللي تخص أرضه هيكون باستلام أرض طوع. يعني أنتوا بتدفعوا اللي حاطط ايده على الارض هتدفعوه ثمن هذه الارض مش كده؟ لا، الـ 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 الملاك يا فندم هيدفعوا قيمه المزروعات الموجوده. مين اللي راح وضع اليد؟ مين الملاك؟ اللي هم اشتروا بعقود رسميه من هيئه التنميه الزراعيه. وراحوا لقوا ناس ثانيه حاطه ايدها على الارض وزرعه. راحوا لقوا ناس واضعين يدهم عليها من فتره.
فانت دي المشكله. فانت بعت انت بعت لمحمد شردي، ومحمد شردي لقى محمد حبيب زارع وقاعد وقال له دي ارضي، فانت اخدت فلوس من محمد شردي وبعت له، وبعدين بتقول له ادفع كمان فلوس لمحمد حبيب. ما بتدفعش فلوس ارض. امال بتدفع فلوس ايه؟ بتدفع فلوس بتدفع في الناس اللي وضعوا دول زرعوا زراعات موجوده في الارض، اشجار وزراعات مثمره. تمام يا فندم. حصل اتفاق وافق عليه على فكره الملاك، يعني الملاك وافقوا على هذا الاقتراح بمعرفه المحافظ، المحافظ جاب طرح الفكره واللجنه تحمست ليها وانجزتها بخلال لجنه مشتركه. انه هيدفعوا قيمه الزراعات ديت كتعويض للوضع اليد، وانت طبعا ظروف المناطق الحدوديه يا استاذ محمد بتبقى ليها طبيعه يعني مختلفه شويه في التعامل. فهيدفعوا قيمه الزراعات توافق الطرفين، والمحافظ قايم بالمهمه ديت يعني بصراحه راجل. طب وانت ليه وهو انت ليه من الاول الحكومه بس؟ طبعا ما اقدرش انا اسالك السؤال ده، يعني مستغرب. طب ويا ليه الحكومه ما راحتش لوضيع اليد وقالت له ادفع انت ثمن فلوس مزرعتك وتملكها؟ استاذ احمد، واضح ان الاتصال فصل مع احمد ايوب. بشكر الاستاذ احمد ايوب المتحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله.